نادي مركز 17 من مجموعة 18 نادي، لعب 24 مباراة، فاز بمباراتين وتعادل ب10 وخسر ب12، سجل 16 هدف وبنفس الوقت استقبل 34 هدف وجمع 16 نقطة. الله وكيلكم نادي طالع مصارينا، فش يسوي لاعب مثل ميمي لهذا النادي؟ راح يصعد الدوري أبطال أوروبا لو راح ياخذ بيه الدوري البرتغالي. حلقتنا لهذا اليوم ميمي وأول بداية إلى بالدوري البرتغالي. قبل ما نبدي الحلقة انطونا لايك وسبسكرايب ودعموا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. خطوة أو فكرة انتقال ميمي من نادي الدحيل من الدوري القطري إلى الدوري البرتغالي كانت لإنقاذ موسم ميمي اللي قضاه على الدكة بنادي الدحيل نتيجة عدم إيمان المدرب بقدرات ميمي، لهذا المدرب أجلس ميمي على دكة الاحتياط من دون حتى أن يجربه. لهذا كانت فكرة انتقال ميمي إلى الدوري البرتغالي على مود ياخذ فرصة أكبر ويلعب مباريات بشكل منتظم. يعني بين قوسين ميمي من راح للبرتغال ما كان بباله ولا بطموح الجمهور أنه ميمي يحقق الدوري البرتغالي أو ميمي يصير هداف الدوري البرتغالي، لا، لأنه الأدوات ما موجودة. النادي اللي يلعب إلى ميمي من أندية المؤخرة وممكن الموسم القادم يهبط، فمن نتابع مباريات على البث المباشر بالفيسبوك لأنه ماكو قنوات تنقل، من نتابع مباريات خلي بالك أنه النادي مال ميمي نادي جدا متواضع ولا يمتلك الادوات لتحقيق الفوز وتسجيل الاهداف، بحيث ميمي بالمباراه الوحده ممكن انت ببالك يسجل هاتريك بس بالواقع تسجيل هدف واحد مع هذا النادي تعتبر مهمه جدا صعبه لعدم وجود الادوات الخاصه بالتسجيل، خصوصا انه خط الدفاع والوسط وحتى المهاجمين عباره عن خطوط ضعيفه بهذا النادي. وما راح نبالغ اذا قلنا شهره ميمي اكبر من هذا النادي، لانه ميمي على الاقل يعرفه كل العراق ويعرفه الوطن العربي، لكن هذا النادي بالتاكيد داخل البرتغال بس محليا معروف، وممكن مو كل المشجعين بالبرتغال يعرفون هذا النادي. فلهذا سقف الطموحات المفروض عند المشجع العراقي وعند الجمهور العراقي ما ترتفع مع هذا النادي، لكن بالتاكيد من حق اي مشجع عراقي أن يفكر للمستقبل وترتفع طموحاته من يشوف ميمي دا يلعب بدايته بالبرتغال وممكن من البرتغال ينتقل إلى أندية أخرى. فكمشجع عراقي من غير المنطقي أن تقارن تجربة ميمي، اسم ميمي حاليا، باسم صلاح ورياض محرز، لأنه صلاح ورياض محرز حاليا واصلين للتوب للعالمية بينما ميمي بعده بدايته. فميمي حاليا هي عنده 6 أشهر بالبرتغال، إن توفق كان بها، إن ما توفق يشوف لنادي آخر مع وجود وكيل أعمال جيد يقدر ينقله إلى أندية أخرى، وبالتأكيد هذا الأمر أفضل من بقاء بدكة احتياط الدحيل. احنا ما راح نحكي عن تكتيك النادي اللي يلعب إلى ميمي لأنه ما حد متابع هذا النادي وما حد يعرف خفايا بأمانة، وإذا إجا واحد وقال لكم هذا هيك وهذا هيك يسوي قولوا له أنت قبل شهر ما كنت تعرف هذا النادي وما تعرف شنو الزواغير اللي موجودة بهذا النادي ولا تعرف أولياته، فلا تحكي لنا بالتكتيك، احكي لنا فشي معنوي. وإذا تكلمنا عن الشيء المعنوي أنا أشوف أنه الجمهور حاليا لازم يدعم ميمي، فميمي من أفضل اللاعبين الموجودين بالعراق مدعوم جماهيريا، لكن أنا دا أشوف بالأيام الأخيرة المتابعين من يشوفوا مباريات ميمي ويشوفوه على الدكة ويشوفوه أو يلعب شوط واحد تكون عليه انتقادات كل الشبيرة وانتقادات كل الجارحة تقلل من أهمية هذا النجم، وهذا الشيء أبدا مو بصالح اللاعب لأنه الجمهور هو اللي صعد اللاعب إلى الأعلى والجمهور بنفس الوقت هو اللي نزله إلى الأسفل. فميمي بالتأكيد محتاج دعمكم أنتوا يا جمهور، ما محتاج أن توقفون ضده. هذا كلامي لفئة قليلة من الجمهور اللي تنتقد انتقال ميمي إلى البرتغال. وإذا أعطيتكم مثال عن الفرعون المصري محمد صلاح شلون كانت بدايته، محمد صلاح كان يلعب بالمقاولون العرب ما حد بحاله وما حد يعرفه، انتقل إلى نادي بازل، وانتقال اللاعبين المصريين إلى نادي بازل يعتبر طبيعي لأنه مالك نادي بازل مو لاعب المواهب المصرية، لهذا تشوف أكثر اللاعبين المصريين يمرون على نادي بازل. من نادي بازل صارت المباراة الشهيرة بين بازل وتشيلسي ومحمد صلاح سجل على تشيلسي وطلعهم من البطولة، هنا مورينو حط باله ويا محمد صلاح وجبر مالكين تشيلسي أن يتعاقدون ويا صلاح ويجيبوا تشيلسي، بس هذا التعاقد كان سلبي وسيء بالنسبة لمحمد صلاح لأنه مورينو ما يوثق بمحمد صلاح وجابه أشبه بالعقاب وخلاه يقعد على الدكة موسم كامل ولا يلعب ولا يخليه يطلع. لهذا بديش الفترة محمد صلاح أسهمه نزلت هواية لكن بقى رصيد الجمهور،
الجمهور المصري دعمه بذيك الفترة. ومن تشيلسي انتقل إلى فيورنتينا، ومن ذاك الوقت تغير محمد صلاح بسبب لعبه جيد وبسبب دعم الجمهور له. محمد صلاح كان معار إلى فيورنتينا، تشيلسي قرر يبيعه إلى روما، وصارت مشكلة بين محمد صلاح وفيورنتينا، فاز بها محمد صلاح. الجمهور المصري عمره ما ترك محمد صلاح حتى بالمشكلة اللي صارت مع محمد صلاح وفيورنتينا. الجمهور المصري كان داعم جدا كبير لمحمد صلاح على ما وصل إلى ليفربول والعالمية. الجمهور المصري حتى وقف ضد الاتحاد المصري مع صلاح. الجمهور المصري كان سبب من أسباب دعم محمد صلاح ووصوله للعالمية. الدعم ما وقف لهنا، حتى بعام 2016 كان الجزائري رياض محرز من أفضل لاعبين العرب موسم 2016 مع ليستر سيتي، حقق كل شيء، حقق الدوري الإنجليزي بطريقة إعجازية، استحق أن يكون أفضل لاعب بأفريقيا، أخذ الجائزة، واستحق أن يأخذ جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، جائزة جلوب سوكر اللي تقام في دبي، ولأن أغلب الناس اللي قائمين عليها عرب مصريين يميلون إلى اللاعب المصري محمد صلاح، قرروا أن يختاروا محمد صلاح أفضل لاعب لعام 2016، أفضل لاعب عربي انطوها لمحمد صلاح، وأهملوا رياض محرز اللي كان يستحقها بجدارة. ذكرت لمحة عن بداية محمد صلاح لأنه أشوف هواية ناس من يشوفون مباراة ميمي يقارنوا بصلاح أو يقارنوا بمحرز، وهذا الشيء غلط، أنه أنت تقارن لاعب شاب بلاعب واصل للتوب. فلاعبين مثل رياض محرز ومحمد صلاح قدموا إنجازات مميزة، وصعب أن تقارن لاعب مجتهد حاليا بهذول اللاعبين الاثنين. من خلال هذا الفيديو حبيت أوصل لكم فكرة أنه الدعم الجماهيري مهم لأي موهبة بالعالم، خصوصا موهبة عربية. فاللاعب ميمي يحتاج دعمكم، ما يحتاج أن تكونون سلبيين. كلامي طبعا موجه لفئة قليلة من الجمهور اللي تقضي ساعة ونص كلهم هم أنه يريدون ميمي يسجل أهداف، لكن تجيهم فترة ينصدمون بأنه ميمي ما سجل، فلهذا تنقلب عندهم السالفة ويبدون بأمور سلبية على اللاعب، في حين أنه اللاعب ما بيده شيء لأنه لا يمتلك الأدوات. نتمنى التوفيق للاعب ميمي بالمباريات القادمة، وإن شاء الله خلال هذا الموسم يسجل أهداف على مدى تساعده بالانتقال إلى نادي آخر أو دوري آخر. فيا جمهورنا العراقي أصبروا على ميمي، فهو لاعب شاب ويستحق الدعم، ولا تستعجلون عليه أبدا. أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.